السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعين قناة بلحاج إيكونوميست، نتمنى من الله أنكم تكونوا على خير إن شاء الله. ما زلنا في سلسلة شروحات الضريبة على الشركات أو ما يعرف بالياس لامبو سور لي سوسيتي. في الفيديو الماضي الفيديو رقم 4 كنا شفنا لي برودوي نو امبوزابل، كنا شفنا لا بارتي 1 من هاد لي برودوي. هذا اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا لا بارتي 2 من هاد لي برودوي اللي هما نو امبوزابل. نبداو على بركة الله. لي لوكاسيون غوسيو لو كونت 7171 لي لوكاسيون غوسيو، يعني كاين هنا لو مو غوسيو، يعني اون فوا نشوف لو مو غوسيو يعني غادي نعرف بان هذا ستان برودوي. لي لوكاسيون شنو هما؟ هما هذوك المبالغ الماليه اللي عندهم علاقه بواحد الكراء ديال واحد العقار مثلا ديال واحد الشركه. الشركه عندها واحد العقار مثلا تدير لا لوكاسيون ديالو، تدير الكراء ديالو. هذيك السوم الكرائيه تتقبض مثلا الا كانت شهريه ولا كانت انيوال، تتسمى لي لوكاسيون غوسيو. دابا المشكل في هاد لي لوكاسيون غوسيو فين تتطرح فاش تكون هاد لا لوكاسيون غوسيو تتكون انيوال. فاش تكون مونسيو راه ساهله، يعني كل لوكاسيون غوسيو مونسيو تتقبض تتكونتابيليز، ما كاينش مشكل هنا. فين تتطرح المشكل فاش تكون لا لوكاسيون غوسيو تتكون انيوال، ويعني كما قلت لكم راه ماشي بالضروره تكون دارت هاد لا لوكاسيون لو ان ان من واحد لاني ان، تقدر دار هاد لا لوكاسيون في اوكور ديال لاني، يعني هذيك الكونطرا ديال لوكاسيون تقدر تستنى في شهر 6 ولا في شهر 7 ولا في شهر 9، يعني ماشي بالضروره تستنى في شهر 1 نهار 1. يعني الا كان هذا هو هنا فين تطرح عندنا مشكل. وباش نحلوا هذا المشكل هذا تنستعملوا واحد البرينسيپ اللي تسمى لو برينسيپ ديال لا سبيسياليزاسيون ديال لي زيكزيرسيس. هذا واحد من بين 7 ديال لي برينسيپ فوندامونطو في لا كونطابيليتي جينيرال اللي كنتو شفتو في لا كونطابيليتي جينيرال في اس ان. باش يقول هذا البرينسيپ هذا سولو لو كود جينيرال لا نورماليزاسيون كونطابل، تيقول بان توت شارج و تو برودوي كونطابيليزي او كور دو ليكزيرسيس اي سورا تاش او زيكزيرسيس التيريور، يعني كل هذوك لي شارج كاملين، يعني هذوك المصاريف ولا هذوك لي برودوي المداخيل كونطابيليزي لي دازو عندنا في لا كونطابيليتي، دازو عندنا في لا كونطابيليتي او كور دو ليكزيرسيس، دازو فواحد ليكزيرسيس ان اي سورا تاش او زيكزيرسيس التيريور، دازو كونطابيليزو في ليكزيرسيس ان، ولكن عندهم علاقه بهذوك لي زيكزيرسيس كونطابل لي جايين في ان اي بلس ان اي بلس الى اخره، يعني عندهم علاقه بلي زيكزيرسيس فيتور. Doit être soustrayé des éléments constitutifs de résultats de l'exercice en cours et inscrit dans un compte de régularisation actif ou la passif. Voir, avec les charges, avec les produits, les dates de la comptabilité de l'exercice N, ou en tout cas, les exercices G, N plus 1 ou N plus 2 et l'arrière, sont les éléments constitutifs de résultats. Sinon, les éléments constitutifs de résultats, sont les produits et les charges. Et là, nous avons les éléments en tout cas, بلي برودوي تتنقسم لي برودوي، كانوا عندهم علاقه بلي شارج تتنقسم لي شارج. علاش؟ باش نخليو في هذاك ليكزيرسيس غير هذوك لي زيليمون اللي عندهم علاقه بليكزيرسيس ديالو، يعني ما يمكنناش انا ننقص واحد ما عندناش الحق انا ننقص واحد شارج اللي هي عندها علاقه بواحد ليكزيرسيس سويفو وتنقسم هاد ليكزيرسيس ان. لا، هاد البرانسيب باش يقولك بان كل برودوي خصو يستافد، كل اكزيرسيس خصو يستافد من البرودوي ديالو، وكذلك كل اكزيرسيس خصو يسيبورتي لي شارج ديالو. هادشي اللي بغا يقولو يعني هنا بهاد البرانسيب هذا. من بعد شنديرو؟ انسكري دوز ان كونت ريغولاريزاسيون اكتيف ولا باسيف، يعني هما هاد لي برودوي ولا هاد لي شارج تيكونطابيليزا في ليكزيرسيس ان، ولكن في الاخر العام كما تتعرفوا في 31 ديسمبر من لاني ان لونتربريز دير واحد المجموعه ديال لي طرافو دو فان ديكزيرسيس، من بينها كاين لامورتيسمون لي بروفيزيون، وتدير هاد لا ريغولاريزاسيون ديال سيغتان دي كونت ديال برودوي اي شارج، وتدير لي طاب ابروشمون. بالنسبه لا ريغولاريزاسيون ديال سيغتان كونت برودوي اي شارج تستعمل واحد المجموعه ديال لي كونت اما د لاكتيف ولا د الباسيف اللي هما د لا ريغولاريزاسيون. هاد لي كونت هادو تيمكنونا اننا نديرو واحد لا ترانزيسيون، اننا نديرو واحد العبور من واحد ليكزيرسيس لواحد ليكزيرسيس، يعني تنقبض هادوك لي شارج وهادوك لي برودوي ديال واحد ليكزيرسيس ان ولا واحد ليكزيرسيس اللي تكونتابيليز اوف ان، ولكن عندهم علاقه بالاكزرسيس سويفو. تنخدم هذوك لي كونط باش بهم تنقدر ندير هذيك لا ترانزيسيون، تندير هذاك العبور باش انني تدير العبور من اكزرسيس لاكزرسيس واحد اخر. غادي نشوفوا ان شاء الله شي واحد ليكزومبل باش تفهموا اكثر. دابا نقدروا نطيحوا في جوج ديال ليكو. الكان الاول سي لو كونطاب ا بيان ريسبكتي لي طرافو دو فان ديكزرسيس، يعني الكونطابل في الخدي العام لو 31 ديسمبر دار لي طرافو دانفونتير ديالو مزيان، دار هاد لوبيراسيون ديال لا ريغولاريزاسيون ديال لي برودوي اي شارج دارها مزيانين، هنا اريان اسني اللي ما نلقاوش مشكل. باش كيما قلت لكم بان هاد لا لوكاسيون ماشي بالضروره تكون مونسيوال، راه تقدر تكون انيوال، وماشي بالضروره دار في لو ان ان واحد لاني ان، تقدر دار او كور دلاني. يعني الا كانت الكونترا انيوال راه تخلق عندنا مشكل، يعني خصنا نعرفو نديرو هادوك لي كونت، خصنا نخدمو بهادوك لي كونت ريغولاريزاسيون. لو كات ثاني سي لو كونطابل نا با بيان ريسبكتي لي طرافو دو فان ديكزيرسيس، يعني ما داش هاد لي طرافو دو لا ريغولاريزاسيون، يعني ما ريغولاريزاش لي شارج لي برودوي، هنا تتخلق عندنا مشكل. هاد المشكل كيفاش غادي نحلوه؟ هادشي اللي غادي نشوف هاد ليكزومبل هذا. با
Parmi les produits comptabilisés, c'est 9 dirhams qui représentent le montant de loyer annuel d'un entrepôt qui appartient à la société. D'abord, parmi les produits comptabilisés, le montant comptable qui est 9 dirhams, à 7 millions, qui représente le montant des loyers. Il y a une somme qui est liée à l'entrepôt, à l'institution, les entreprises, qui est une entreprise à l'autre. La date de signature du contrat est le 1-1-5-N. يعني في واحد في شهر خمسة من واحد الاكزاس ان سنات الكونترا ديال هاد لوكاسيون هادي وهاديك لونتربريز اللي كرات هاد لونتروبو ولا هاد المستودع عطات للشركة ديالنا عطاتها 60000 درهم. يعني رجعوا معايا لهاد لاكس دو طون باش نفهموا اكثر. دابا عندنا هنايا لو ان 5 ان هنا فين تسنات الكونترا، يعني فاش تسنات الكونترا هنايا سنات الشركة ديالنا مع واحد الشركة واحدة اخرى. فهاد لو جور هذا شنو دار لو كونطابل؟ يعني هاد لو جور هذا اللي هو ان 5 ان شنو دار لو كونطابل؟ خلات 60000 درهم للشركه، يعني ديبيتا لو كونت بونك. فاش ديبيتا لا بونك يعني خص واحد لو كونت اخر تكريديتا. شنو كريديتا؟ غادي كريديتي لوكاسيون روسي اللي هو هذا لو كونت اللي حنا دابا تنهضروا عليه. فهاد لا دات هادي لو 15 ان كما قلت لكم هاد الكونترا هادي اللي انيوال. انتما قريتو هنا لو مونتو دو لوي اللي انيوال يعني 12 شهر. يعني تسنات في لو 15 كنحسبوا 1 2 3 4 5 6 7 8 8 موا من الهاني ان، مازال شحال خاص باش تكملو 12 شهر؟ مازال خاص 4 موا، 4 موا جاية في ان بلوس ان، 1 2 3 4، هنا تيتطلع عندي مشكل، يعني هنا في لو 31 ديسمبر، في لو 31 ديسمبر هنا في الهاني ان، خصني ندير هادوك لي ترافو ديال فان ديكسيس، في لي ترافو ديال فان ديكسيس، خصني ندير هاديك لي زوبيراسيون ديال لا ريغولاريزاسيون، باش ندير لا ريغولاريزاسيون ديال هاد لوبيراسيون هادي، علاش؟ لحقاش فيها 8 موا، هاد لو برودوي هذا فيه 8 موا من الهاني ان، وفيه 4 موا من الهاني ان بلوس ان. الوغ كو هو هاديك 60000 درهم تكونطابيليزات هنا هادشي راه لوجيك لحقاش الكونطابيليتي هاكا غادي تخدم لوبيراسيون حتى الاخر ديال ليكزارسيس عاد ندير لا ريغولاريزاسيون كيفاش دابا غادي نعرفوا الوي موال غادي تدوز هنا والكات موال غادي تدوز من بعد دونك لي برودوي ديال ان شنو غادي شكون اللي غيكون امبوزابل في ان لي برودوي ان نقبت هاديك لا فالور لوكاتيف تنضربها في لي نومبر ديال لي موا بحال مثلا عندنا هنا وي موا تنقسمها على 12 باش تعطيني هذاك لوكاسيون ديال هذيك لا بيريود اللي بغيت انا اللي هي هذيك تعطيني هذاك المبلغ ديال هذيك لوكاسيون هذيك لا فالور لوكاتيف اللي هي امبوزابل في لاني ان ولا تنقبض لا فالور لوكاتيف هاد 60000 درهم وتنقسمها على 12 شهر تنقسمها على 12 شهر تولي عندي لا لوكاسيون مونسيويال ديال كل شهر مونسيويال ديال كل شهر تنضربها في ام تنضربها في ام يعني في لو نومبر ديال لي موا يعني فتنقبض لا فالور لوكاتيف 60000 درهم وتنقسمها على 8 موا ديال لاني ان تتولي لي مونسيويال فاش نقسمها على 12 لي مونسيو فاش نضربها في 8 تعطيني فاش نضربها في 8 موا ديال لاني ان تعطيني هذيك السوم الكرائي ديال 8 موا يعني 60000 درهم تنضربها في 8 في 8 شهور تقسمها على 12 راه لي دوز اوبيراسيون يقدر يعطيوك لو ميم ريزولتا يعني 60000 درهم نضربها في 8 نقسمها على 12 تعطيني 40000 درهم دابا 40000 درهم هي اللي امبوزابل اون ان راه ماشي 60000 درهم راه 40000 وداك الشيء اللي بقى راه يتامبوزا حتى ان بلس ان لي برودوي ديال ان بلس ان تنقبض هذيك 60000 درهم تنقسمها على 12 باش تعطيني اللوي مونسوي ديال كل شهر تنضربو في 4 4 هادو 4 شهور ديال ان بلس ان تعطيني 20000 درهم هادي امبوزابل اون ان بلس ان عاد تكون امبوزابل ماشي في ان ماشي في ليكزارسيس ان هادي هاد 20000 درهم اللي امبوزابل اون ان بلس ان يعني بوسك انا امبوزابل اون ان بلس ان يعني هنا راه خصني ندير لا ديدكسيون ديالها يعني المونط ادي دوي غتو ريزولتا كونطابل 20000 درهم حقاش 60000 درهم راه دازت في لا كونطابيليتي داز باغمي لي برودوي في هاد لو كونط ديال لي لوكاسيون روسي حقاش نهار اللي تسمات الكونترا راه قلنا ديبيتا الكونطابل لو كونط بونك وكريديتا لوكاسيون روسي دابا في لو 31 في لو 31 ديسمبر من لاني ان شنو غادي يدير الكونطابل غادي كريديتي هذاك غادي هذاك لو كونط لوكاسيون روسي قلنا في لو سائف لو 15 كان كريديتي يعني في لو 31 ديسمبر غادي ديبيتيه باش غادي ديبيتيه غادي ديبيتيه 20000 درهم علاش غادي ديبيتيه باش غتبقى فيها غير غير 40000 درهم هي اللي امبوزابل اون كونتر بارتي مادام انه ديبيتا هذاك الكونت ديال ديبيتا هذا الكونت ديال لوكاسيون روسو اون كونتر بارتي خصو كريديت ان اوتر كونت شنو غادي كريديتي غادي كريديتي واحد الكونت ديال ريغولاريزاسيون ديال الباسيف اللي تيتسمى برودوي كونستاتي دافونس غادي كريديتي عاوتاني ب 20000 درهم باش غادي يدخل ليكزارسيس ان بلس ان يعني في لو ان 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 غادي سولدي هذاك الكونت ديال البرودوي كونستاتي دافونس اللي هو واحد الكونت ريغولاريزاسيون باسيف غادي ديبيتيه ب 20000 درهم باش يسولديه وغادي كريتي كونت واحد اخر ديال لا لوكاسيون روسو علاش لحقاش قلنا ديك 20000 درهم اللي امبوزابل اون ان بلس ان هادي هي لا ريغولاريزاسيون اكو تاع تاع في لو 31 ديسمبر نتمنى من الله انكم تكونوا فهمتوا هاد ليكزومبل مزيان
اشوي بزاف فيه الكونتابيليتي وفيه في لا كونتابيليتي وفيه لا فيسكاليتي بجوج، انا حاولت ميلونجيهم بجوج باش انا نحاول لو ماكسيموم بوسيبل اكسبليكي ليكم هاد لوبيراسيون هادي. لي زيموبيليزاسيون برودويت بار لونتربريز بور ايل ميم، هادو واحد المجموعه ديال لي زيموبيليزاسيون لونتربريز تدير لا فابريكاسيون مثلا ديال واحد لا ماشين، وهذيك لا ماشين باش دير لا فابريكاسيون ديالها لونتربريز راه تسيبورت واحد المجموعه ديال لي شارج. فاش تقول القاعده تقول ايل دوف ايتر ايفالوي على كو دو برودكسيون، يعني فاش ندير التقييم ديالهم باش يتامبوزا راه تندير التقييم ديالهم بهذوك المجموع ديال هذوك المصاريف وهذوك المبالغ الماليه اللي سيبورتات لونتربريز باش دارت الانتاج ديال هذيك الشركه، هذا باش دارت الانتاج ديال هذيك الاله. Ou bien sûr, des immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même, alors ils sont imposables. Si l'immobilisation a été évaluée avec le coût de production, il a donné l'immobilisation, il a donné l'évaluation de là, le coût de production, il a l'ensemble des charges supportées de l'entreprise, mal l'achat des matières premières, le produit fini, l'immobilisation, la machine, il a trouvé l'actif immobilisé de l'entreprise. Il a évalué le coût de production, il n'a rien à signaler, on a respecté la règle. Si une charge a été oubliée, يعني واحد لا شارج نسيناها ما درناها ما دخلتش في الكود برودكسيون دونك لو ريزولتا اي تي مينوري، يعني هذاك الشيء اللي امبوزا يخرج ناقص، يعني هنا طحنا في واحد لوكا ديال سوز ايفالواسيون دونك il faut réintégrer، خصنا نريانتيغاو هذيك لا شارج اللي نقصنا باش اننا نطيحوا في الكود برودكسيون اللي هو امبوزاب، يعني تقبل هذوك الكود برودكسيون تنزيدوا هذوك المونطو ديال لا شارج اوبليي باش تعطينا هذوك الكود برودكسيون اللي هو امبوزاب. Si une charge a été ajoutée en plus, d'abord le contraire, d'abord la charge n'a en plus, il est gonflé, il n'a pas le montant. Donc le résultat a été gonflé. Et là, on a parlé de la sur-évaluation. L'entreprise a imposé le montant le plus important. Donc il faut la déduire. Il faut la charge la charge ajoutée en plus, il faut gonfler, il faut le coût de production. Le coût de production, c'est un coût le montant de la charge ajoutée. Parce que le coût de production est réel, il est imposable. شوف واحد ليكزومبل باش انا نفهمو اكثر. اون ماشين اكس فابريكي بار اون سوسيتي بوغ اتر اتيليزي بار ايل ميم، يعني اون ايموبيليزاسيون برودويت بار لونتربريز بوغ ايل ميم، يعني دارت لا برودكسيون واحد لونتربريز اكس، دارت لا برودكسيون ديال واحد الماشين اكس باش انها تخدم بها هي نيت. دابا ليفالواسيون ديالها بحال ايفالواتها 200000 درهم. لو كو دو برودكسيون الوغ كو لا رياليتي لو كو دو برودكسيون دو سيت ماشين سيلي ب 5000 درهم، يعني شتو الفرق؟ هي دارت لي فاليوسيون ديال 200000 درهم ماشي اللي دوزات في باغمي لي برودوي دوزات 200000 درهم، الوغ كو هو لا رياليتي لو كو لو توتال ديال لي شارج سيبورتي بور فير لا برودكسيون ديال هاد لا ماشين هادي راه سيلي ب 5000 درهم، يعني 500000 درهم، يعني شتو الفرق؟ كاين فرق كيفاش نديرو لوبيراسيون. هنا طحنا في واحد الكا ديال سوز ايفالواسيون، يعني في هذا لوكا هذا سوز ايفالياسيون علاش قد مثلا نسات واحد لا شارج ولا لو ريزولتا هنا ايتي مينوري، شنو غادي نديرو؟ نقبطو لو مونطو ا ريانتيكري، شنو غادي نريانتيكري؟ هو هذاك لو كود برودكسيون بشحال قد طاحت علينا لا ماشين هي 500000 درهم، غادي نقسم منه لو مونطو ديال ليفالياسيون، لو مونطو ديال ليفالياسيون هو 200000 درهم، لو مونطو ريانتيكري 500000 درهم نقسم 200000 درهم. غينطيو 300000 درهم، علاش نغينطيو 300000 درهم؟ لحقاش ان حنا دازت عندنا في الكونتابيليتي في هذا لو كونت ديال لي زيموبيليزاسيون برودويت باغ لونتربريز بوغ ايل ميم، يعني في كلاس 7 الكونتاب شنو دار هذا؟ دار غير دوز غير 200000، الوغ كو خصنا حنا نزيدو 300000، غنزيدو 300000 على 200000 باش يلاه غادي نطيحو في 500000 اللي هو الكود برودكسيون اللي هو امبوزابل. لو كونترير بور لو كا ديال سور ايفالواسيون، وهاد لوبيراسيون درنا هنا ديال سور ايفالواسيون يعني راه الكونترير ديالها فاش تكون عندها لو كا ديال سور ايفالواسيون، يعني اجبتينا واحد الشارج اون بلوس ولا غونفلينا لا شارج، يعني غادي نديرو لو كونترير عاوتاني غادي نقصو. هنا درنا اغيانتيكري في لو كا ديال سور ايفالواسيون غادي نديرو اديدوي غادي نقصو. Profit sur opération faite en commun. Le compte 7185. Ce compte enregistre les gains reçus par les opérations faites en commun. Dans le cadre d'une société de participation ou d'un groupement d'intérêt économique. Et là, après, tu as mis le tarot de l'opération de l'entreprise, le groupement d'intérêt économique, tu as mis ma société de participation qui va être mis à d'autres sociétés. Nous avons dit que nous avons le profit sur l'opération faite en commun. Nous avons dit que les opérations qui sont mis à l'opération de l'opération de l'autre personne morale ou de l'autre personne, et nous avons réalisé le profit. هذاك الشيء باش حنا هاد لو كونط لقينا في لي برودوي، يعني كاين واحد البروفي كاين واحد لو كان اللي هو امبوزاب، هذاك الشيء باش قلنا سو كونط انغوجيستر لي كان روسو باغ لي زوبيراسيون فيت اون كومان، وراني فت شرحت لكم الكومون دانتيغي ايكونوميك في لو شون دابليكاسيون ديال لي اس.
Lorsque la société est membre dans un groupe d'intérêt, dans un groupement d'intérêt et que d'intérêt dans un groupe d'intérêt économique, يعني مجموعة المصالح مجموعة المصالح الاقتصادية. دابا فاش تكون اونتربريز مشاركة دايرة واحد الجروب دانتيغي ايكونوميك مع واحد المجموعة ديال واحد مثلا واحد ثلاثة ديال الشركات واحد اخرين، كل واحد داخل بواحد لابار ديالو في واحد الكابيتال ديال هاد الجروب دانتيغي ايكونوميك، هاد المجموعة ديال المصالح الاقتصادية. يعني كل واحد تيشارك بواحد لابار ديالو في هاد تيشارك في لابار ديالو في هاد الكابيتال هذا باش يأسسوا هاد المجموعة ديال المصالح الاقتصادية باش انهم يساتيسفيو واحد لو بوزوان اللي عندهم تقدر يكون كومان. بحال مثلا كيما قلت لك هذا ديال الترونسبور، يعني تيكون واحد البوزون كوما ديال الترونسبور تنجمع بيناتنا حنا ثلاثه الشركات ولا اربعه ولا اكثر، كل واحد ولا بار ديالو بالبورسونتاج في هذا الكابيتال ديال هذا ديال هذا الجروبمون هذا وتنأسسو. يعني عاوتاني في الاخر العام فاش تجي البيرت ولا تجي الربح فاش تجي الخساره ولا الربح، راه كل واحد تيتحمل الخساره ديالو في هذاك البيرت هذاك الجروبمون اون فونكسيون دو لا بار ديال في كابيتال اون بورسونتاج. عاوتاني كذلك عاوتاني فاش يكون بروفي راه كل واحد يستافد من هذاك البروفي اون فونكسيون ديال البورسونتاج ديالو في كابيتال ديال هاد الجروبمون دانتيغي ايكونوميك. دابا لو بروميي كان نقدر نلقى سي لو كونطابل ا كونطابيليزي بارمي لو برودوي تو لو بروفي دو كونط. دابا مثلا الكونطابل ديالنا قبض هذاك البروفي اللي هو غيزي باغ هاد لو جروبمون دانتيغي ايكونوميك ودوزو كامل في هاد الكونط هذا ديال البروفي سو اوبيراسيون فيت اون كومون. يعني يوقع في غلط ودوز هذاك البروفي كامل داروا هنا اذا زين، يعني هذاك البروفي كامل غيكون غادي تامبوزا غتامبوزا غادي تسيبورتي لونتربريز لامبوزيسيون ديالو. لو مونتو امبوزا شنو هو لو مونتو امبوزا؟ هو هذاك البروفي دو جروب مون دانتيغي ايكونوميك، يعني هذاك البينيفيس اللي دار هذاك الجروب مون دانتيغي ايكونوميك تنضربو في لابار دو لا سوسيتي او كابيتال دو جروب مون انتيغي اون بورسونتاج. يعني هذاك البروفي دو جروب انتيغي ايكونوميك الجروب مون دانتيغي ايكونوميك تنقص هذاك البروفي ديالو تنضربو في لابار ديال لا سوسيتي في الكابيتال بيان سو اون بورسونتاج، غادي يعطيني لو مونتو اللي هو امبوزابل اللي هو المونتو اللي كان خاصو يدوز هنا في لو بروفي سو اوبيراسيون فيت اون كومان. هذا هو لو مونتو امبوزابل لو بروفي ديال الجروب مون دانتيغي ايكونوميك فوا لابار ديال لا سوسيتي او كابيتال. لو مونتو ادي دوير لحقاش علاش مونتو ادي دوير؟ لحقاش هو الكونطابل قلنا بانه دوز كاع هذاك لو بروفيل ديال هذاك الجروب مون دانتيغي ايكونوميك يعني دوزو كامل، يعني خصني نقص واحد لو مونتو. شنو هو هذا المونتو اللي غادي نقص؟ هو لو بروفيل دو جروب مون دانتيغي ايكونوميك غادي نقص منه لابار دو لا سوسيتي او بروفيل دو جروب مون دانتيغي ايكونوميك. يعني غادي نقسم هذاك لو بروفيل اللي دوز الكونطابل هذا اللي دوزو في هذا لو كونط ديال بروفيل سو اوبيراسيون فيت اون كومان دوز هذا لو مونتو كامل ديال لو بروفيل دو جروب مون دانتيغي ايكونوميك. انا خصني نقص منه لابار ديال لا سوسيتي لحقاش هو لابار لابار ديال لا سوسيتي هو اللي امبوزا، وداك الشيء الاخر اللي غادي ندير له ديتكسيون اللي نو امبوزا. نشوف هذا ليكزومبل هذا اللي غيكون شيفري باش تفهموا اكثر. لا سوسيتي اتش سي دي ديتيان 40% كيما قلت لكم ديتيان عندها 40% من الكابيتال ديال واحد الجروب دانتيغي ايكونوميك كري افيك 3 اوتر سوسيتي. يعني هاد لونتربريز اتش سي دي عندها واحد 40% من الكابيتال ديال واحد الجروب دانتيغي ايكونوميك اللي كاين هاد المجموعه ديال المصالح الاقتصاديه اللي دات التاسيس ديالها ولا كرياتها مع ثلاثه ديال لي زوتر سوسيتي. يعني لونتربريز ديالنا مع ثلاثه يعني اربعه الاشخاص اربعه ديال الاشخاص معنويين هما اللي داروا التاسيس ديال الجروب دانتيغي ايكونوميك. لو 31 12 ان واحد لاني ان لو كونطابل انغوستري او كونت 7185 يعني هنايا دوزا في هذا الكونت ديال بروفي سو اوبيراسيون فيت اون كومان شحال دوز؟ دوز 90000 درهم كو ريبريزونت لو بروفي رياليزي باغ لو جروب مون دانتيغي ايكونوميك. يعني هاد 90000 درهم هادي راه نحاول نعطيكم دي زيكزومبل غير شويه لي مونتو اللي باينين كيف انك تقدر تبقى اكثر من 90000 درهم. انا نعطيكم اكزومبل باش اننا نفهموا كيفاش نفهموا لا لوجيك ديال الشوز. دابا هاد الكونطاب شنو دار؟ قبض 90000 درهم اللي هو لو بروفي رياليزي باغ هاد لو كوب مونيتاري ايكونوميك اللي كان خاص كل واحد يسيبورتي كل واحد يسيبورتي لابار ديالو من هاد البروفي ويخلص لابار كل واحد يخلص لابار ديالو في هاد البروفي هادي يخلص ليست ديال لابار ديالو من هاد البروفي قبض هو هاد لو بروفي كامل ودوزو للسوسيتي. يعني لونتربريز غادي تسيبورتي ليست ديال هاد 90000 درهم كامله بوحديتها الوغ هو لا خصو يتقسم على هذوك الاربعه ديال الاشخاص كل واحد اون فونكسيون ديال لابار ديالو في الكابيتال. بحال دابا الشركه ديالنا 40% لونتربريز غادي تتحمل غير 40% من هاد المونطو اللي تخلص عليه الياس وداك الشيء اللي بقى يقسموه ما بيناتهم هذوك الثلاثه على حسب البورسونتاج ديالهم في الكابيتال. هنا بغيت نشير واحد النقطه مهمه، هنا عطيتكم غير لو كونت 7185 راه هو لو بروفيسور اوبيراسيون فيت اون كومون. راه كاين بارفوا تلقى دي بروف ولا دي فورماتور راه ما يعطيكش السميه ديال لو كونت يعطيك غير لو نيميرو ديال لو كونت. يعني انت راه خصك تكون عارف ان كونت او مو بعدا الا عرفتي غير لي كونط الا عرفتي غير الارقام الاولين غتقدر تعرف ان روبريك لو عرفتي الروبريك غتقدر تعرف ان كونط ليسونسيال انكم خصكم تكونوا عارفين لو ماكسيموم بوسيبل ديال لي كونط اللي تيستعمل لو بروف ديالكم اللي لحقاش نهار الامتحان راه يقدر يعطيك بحال هاد لوكا هذا راه ما تعرفش فين ما تعرفش شنو بغا يقول ولا شنو ولا ما يعطيكش السميه ديال لوكا.
ولا ما عطيتش السميه ديال الكونت غتبقى حاصل، مازال غادي نشوف ان شاء الله واحد بعض الامتحانات اللي ما فيهمش السميه ديال لي كونت، يعني خصك تكون عارف لو ماكسيموم بوسيبل ديال السميات ديال لي كونت. لو مونتو امبوزابل، دابا شنو هو لو مونتو امبوزابل؟ هو لو بروفي دو كوب مون دانتيغي ايكونوميك، يعني هذاك البروفي ولا داك البينيفيس اللي رياليزات هاد مجموعه المصالح الاقتصاديه تنضربها في لابار ديال لا سوسيتي او كابيتال ديال الكوب مون دانتيغي ايكونوميك، يعني 90000 درهم تنضربها في 40% ديال لابار ديال الشركه ديالنا في لابار ديال الشركه ديالنا في الكابيتال ديال هاد الكوب مون دانتيغي ايكونوميك. دابا شنو هو لو مونتو امبوزابل؟ لو مونتو امبوزابل هو 60000 درهم، هادشي اللي كان خاص الكونطابل يدوز في هاد لو بروفي سو اوبيراسيون في الحكومه، ما كانش ما خاصوش يدوز 60000 درهم، خاصو يدوز 36000 درهم، ولكن دابا اللي عطى اللي عطاه داز 90000 درهم، راه دايز عندنا في لا كلاس 7 راه كاينه. لو مونتو ادي دوي شنو خصني دابا نقص من لا كلاس 7 باش داكشي اللي بقى اللي هو غيكون امبوزابل. لو بروفي دو كوب مونتاي ايكونوميك يعني 90000 درهم غادي نقص منها لا بار دو سوسيتي او بروفي دو كوب مونتاي ايكونوميك، يعني تقبض هذيك 90000 درهم تنقص منها 36000 درهم اللي هو لو مونتو امبوزابل، تنقص منه هذاك الشيء اللي غادي يخرج لي هو لو مونتو لو مونتو ادي دوي هذا لو مونتو ادي دوي هذا النقص هذا 54000 درهم خصني نقصها لحقاش هذه راه نو امبوزابل، راه ماشي الشركه اللي تحمل العبء ديال هاد ديال لامبو ديال الياس ديال هاد لو برودوي هذا، راه خصو يتقسم على هادوك ثلاثه الاشخاص المعنوي الاشخاص المعنويين الاخرين دوك الشركات الاخرين هما اللي خصهم يقسموا 54000 درهم بيناتهم، وكل واحد غادي سيبورتي لا شارج ديال الياس ديالها. طبعا دابا قلنا هاد 54000 درهم اللي نو امبوزابل، داكشي اللي بقى باش اننا داكشي اللي بقى باش اننا نوصلوا 90000 درهم اللي هو البروفي رياليزي بار لو كوب مونتا ايكونوميك هو 36000 درهم، و 36000 درهم راه ديجا راه دايزه راه كاينه راه كونطابيليزي راه كونطابيليزي بارمي 90000 درهم، 90000 درهم راه يقول كما قلت لكم راه دايزه في الكلاس 7، غادي نقص انا غير داكشي اللي هو نو امبوزابل يعني 54000 درهم، داكشي اللي بقى اللي هو 36000 درهم راه ديجا كونطابيليزي وراه امبوزابل. ولا تنديروا هذه الطريقه، هذه الطريقه سهله، تنديروا 90000 درهم اللي هو البروفي رياليزي بار هاد لو كوب مونتا تاع ايكونوميك وتضربوا في 60%، 60% ديالاش 60% هو هذاك لو مونطون ولا هو هذاك البورسونتاج او كابيتال ديال هاد لو كوب مونتا تاع ايكونوميك ديال هذوك ثلاثه الاشخاص المعنويين الاخرين، يعني اوتوماتيكمون غادي يخرج نيشان في 54000 درهم اللي هو لو مونطون امبوزابل، لو مونطون اللي خصني ندير لا ديدكسيون ديالو من هاد البروفي سو اوبيراسيون في الحكومه هو لي برودوي اللي نو امبوزابل. نشوفوا الكات الثانيه، الكات الثانيه لو خصك سوسيتي اي توجور دون مونبر دون سان كونت مونتاي ايكونوميك سي لو كونطابل كونطابيليز بارمي لي برودوي كولا بار دو لا سوسيتي او بروفي دو كوب ريان سينيال، يعني هنا الكونطابل ديالنا خدم مزيان دار الطرابه ديالو دو لي نور قبط غير هذيك لا بار ديال الشركه ديالنا، قبط هذاك قبط هذاك البروفي ضربو في لا بار ديال الشركه في الكابيتال، لا بار ديال الشركه في الكابيتال ديال هذاك الكوب مونتاي ايكونوميك عطاتو هذاك لو مونطو لي امبوزابل دوزو في البروفي سو اوبيراسيون في اون كومون، هنا راه ريان سينيالي لقاش الكونطابل في سون طرافاي. وهنا راه تنصحكم باش انكم ترجعوا تشوفوا الشون دابليكاسيون ديال الياس باش تعرفوا شنو هما لي بيرسون بحال دابا الكوب مونتاي ايكونوميك قلنا بان راه ماشي هو لي امبوزابل راه لا بار ديال كل راه هذوك لي مونبر اللي داروا لا كونستيتيون ديالو داروا التاسيس ديالو لا بار ديالهم في الكابيتال راه هي لي امبوزابل، يعني كل شركه اسست هذاك الكوب مونتاي ايكونوميك تتسيبورتي لا شارج ديال الياس في هذاك لو بروفي، فاش يكون بروفي عرفتي فاش يكون شارج راه عندها الحق عرفتي تنقصوا، مازال ان شاء الله غادي نشوفوا ان شاء الله في لي شارج. لي ريبريز ديكسبلوطاسيون لي دوتاسيون فاش نقولوا لي ريبريز ديكسبلوطاسيون راه تنهضروا سواء على لي دوتاسيون ديكسبلوطاسيون او زاموتيسمون ولا لي دوتاسيون ديكسبلوطاسيون او بروفيزيون، يعني هاد لي ريبريز ديكسبلوطاسيون فاش نقول ريبريز يعني سواء كاينه اون ديمينيسيون ديال لاموتيسمون ولا اون ديمينيسيون ديال بروفيزيون ولا سواء اون انولاسيون ديال لاموتيسمون ولا انولاسيون ديال بروفيزيون، هادشي باش نعنيو هادشي اللي تبان تعنيو به لي ريبريز. سي لا دوتاسيون اي نون ديديكتيبل، دابا الا كانت هذيك لا دوتاسيون ديكسبلوطاسيون او زاموتيسمون ولا هذيك لا دوتاسيون ديكسبلوطاسيون او بروفيزيون الا كانت نون ديديكتيب يعني لونتربريز ما عندهاش الحق تنقصها، الا كانت ما عندهاش الحق تنقصها لا ريبريز اوسي هاد لا ريبريز ديكسبلوطاسيون راه اوسي الي نون امبوزابل يعني ادي دوير، يعني كما قلت لكم في الفيديو الماضيين خصنا نشوفوا ديما لا شارج ونقارنوا نشوفوا متى البرودوي متى يكون امبوزابل حتى تشوفوا لا شارج بعدا كيفاش دايره تشوفوا هذيك لا شارج كي دايره. دابا هنا هاد لا شارج هادي لا شارج هذيك لا دوتاسيون اللي دات في لي شارج اي نون ديديكتيف لونتربريز ما عندهاش الحق نقصها، وراه حتى لا ريبريز دارت شي ريبريز على هذيك لا موكتيسمون ولا هذيك البروفيزيون راه حتى هو اي نون امبوزابل يعني تنقصوا اللي ادي دوير. لي زافونس روسي سور لي كوموند نون ليفري، il s'agit d'une dette envers les clients classe 4 44 juge client crédito avance et à compte donc on a fait شرح تاع عاوتاني كيما فتشرح لكم هاد لافونس اي ا كونط قلت لكم بان لافونس avant l'exécution de la tâche
يعني مازال ما بديت ما والو، تعطي مثلا كما كنت قلت لكم الاكزومبل ديال النجار، مثلا بغيت واحد الصالون تمشي عنده تقول له ربيت الصالون ها الديامتر ديالو شحال الطبله شحال الطبله الماكله شحال صندري، تقول له اعطيني لافونس باش نبدا، هو مازال ما بداش في لاطاج تعطيه لافونس، هذه تسمى اون افونس، يعني مازال ما بداش لو ترافاي ديالو. وكاين عاوتاني لا كونت، لا كونت راه او كور دو ليكزيكسيون ديال لاطاج، يعني كل مره تجي تطلع هذاك النجار هو تيصاغ بهذاك الصالون تقول له اعطيني شي حاجه الفلوس، هذوك الفلوس تعطيهم له هو تيصاغ بهذاك لو صالون تسماو لي زاكونت، ما تيجي يسالي لك الصالون تكون ساليت له انت الثمن ديال باش تفهمتي انت وياه في الاول على هذاك لو صالون. هذا هو الفرق ما بين افونس و اكونت. رجعوا دابا للوكا ديالنا، يساجي دون ديت اونفير لي كليون كلاس 4. دابا هذاك لو كليون عطاك واحد لافونس، يعني انت مازال ما ليفريتي له الماغشونديز كيما قلت لكم، مازال ما عطيتيش مازال ما النجار مازال ما عطاك الصالون عطيتي افونس، يعني هنا راه دون ديت اونفير لو كليون، يعني كلاس 4 راه ماشي برودوي، ماشي كلاس 4، هذه راه كلاس 4. يعني هذا المونطون هذا فاش تلقى لي زافونس غوستو سور لي كوموند نو ليفري، يعني هذا المونطون ادي دوير راه كلاس 4 وماشي كلاس 7. يعني هذا المونطون فاش تلقاه هذا لوكا هذا مثلا واحد لو كليون عطى واحد لونتربريز واحد لافونس على واحد لا كوموند ومازال ما تليفرات، هنا راه كلاس 4، تنقول بان يساجي دون ديت اونفير لي كليون كلاس 4 اي نون با كلاس 7 اي نون با برودوي امبوزابل، هذا راه برودوي نون امبوزابل. لي برودوي فينونسي نو امبوزابل، هنا عاوتاني في هاد لي برودوي فينونسي نو امبوزابل تنصحكم انكم ترجعوا للارتيكل تبعد من الكود جينيرال ديال الكود جينيرال ديال الزامبو المدونه العامه ديال الضرائب، غتلقاو واحد المجموعه ديال لي برودوي فينونسي اللي هما نو امبوزابل. غادي نشوفوا كيلكو زان لي ديفيدوند، هادو تيتحطوا بزاف في لي زيكزامان وبطبيعه الحال تبقاو تشوفوهم ديما في التمارين. لي ديفيدوند ils ne sont pas imposables, ils ne sont pas imposables et ils bénéficient d'un abattement de 100%. يعني ما تيخطاوش ال دي اس، تيستافدوا واحد لابطمون ديال 100% كو كو سوا لومبلاسمون جيوغرافيك ديال لا سوسيتي، كيما بغات تكون الشركه كيما بغات تكون ماروكان ولا ايترونجير، كار ايزون ديجا سوبي انا ان امبوزيسيون شي لا سوسيتي ديستريبيتريس بور ايفيتي لا دوبل امبوزيسيون، دونك الفو دي دوير لو مونطون كو كو سوا النت ولا ليكوت. اش تقولنا القاعدات؟ تقولنا بان هاد لي ديفيدوند راه كاين في المكان كيما بغات تكون لومبلاسمون جيوغرافيك ديال لا سوسيتي، علاش علاش تيستافد من لابطمون ديال 100% تيتاكزونيرو 100% ما تيغطاوش لي ياس، علاش؟ حقاش راه ديجا راه تامبوزاو عند هذيك لا سوسيتي اللي تتفرقهم، يعني لا سوسيتي ديستريبيتريس هي اللي تتفرقهم، يعني راه ديجا دارت واحد لامبوزيسيون، يعني هي تعطيك شنو في الثالث تعطيك غيلونيت راه ما تعطيكش البرود، علاش؟ حقاش راه ديجا هي راه غتحيد واحد لا تاكس اللي تتسمى لا تاكس سوغ لي برودوي دي زاكسيون تي بي 15% اللي هو لوطو ديالها 15%، يعني تتقطع هذوك لي ديفيدوند تضربهم 15 تتقطع هذوك لي ديفيدوند اللي هما بروت تضربهم 15% تعطيها واحد لا تاكس، تتقطع هذوك لي ديفيدوند عاوتاني لي بروت تنقص منهم هاد لا تي بي تعطيك لي ديفيدوند نيت ولا هذوك لي ديفيدوند اديستريبيو. هاد 15% ولا هاد لا تي بي هاد لا تي بي اي تان روتوني على سورس ان تو ليبيراتوار كي تي تو ليبير دو توت اوتر امبوزيسيون بار لا سويت. الى عقلتوا على ديك لا تي بي بي ار اف لا تاكس سور لي برودوي دو بلاسمون ريفوني فيكس كتكون بان هذاك لوطو ديالها اللي هو 20% سان تو نون ليبيراتوار. علاش نون ليبيراتوار؟ لحقاش من بعد واخا تتامبوزا عند هذاك لورغانيزم تيدير لورغانيزم تيدير لا جيستيون ديال هذوك لي برودوي، راه من بعد عاوتاني تتخضع للياس وشفنا التريتمون ديالها كيفاش. هذا دابا هاد 15% ديال لا تي بي هذا واحد لوطو اللي هو ليبيراتوار صافي، اون فوا تتخلص على هذيك الشركه ولا هذيك لا سوسيتي ديستريبيسيون اللي تتفرق هاد لي ديفيدوند، اين فوا تتخضع هذوك لي ديفيدون تتخضعهم لهاد 15% ديال لي تي بي راه صافي راك تتليبي راه تتولي حر ما تتبع حتى شي امبوزيسيون من بعد ما تتخضع حتى شي ضريبه من بعد. باغ كونت هذيك لا تي بي بي ار اف واخا تخلص 20% تتعاود بيان سور تدير واحد لو تريتمون تتعاود تامبوزاو هذوك لي برودوي للطو ديال ليز. شنو تلقاو فهاد لي ديفيدون؟ تلقاو لي برودوي او روفوني دي تيتر دو بارتيسيباسيون اي دي زاكسيون تعطيونا حتى هما دي ديفيدون بيان سور تتقبل لونتربريز عليهم دي ديفيدون. نلقاو لي زانتيغي ستاتوتير هاد واحد التيب حتى هو ديال لي ديفيدوند او سي ابيلي بروميير ديفيدوند لي برومي ديفيدوند باش راه كون تكون شتو في لا كونتابيليتي ديال لا سوسيتي فاش نديرو لا ريبارتيسيون ديال لي بينيفيس تنحيدو لي ريزيرف ليغال تنحيدو هادوك لي زانتيغي ستاتوتير تنحيدو عاوتاني لي زانتيغي ستاتوتير لي برومي ديفيدوند تنحيدو لي تنحيدو عاوتاني لي زوتر ريزيرف الى اخره. يعني شتو هادوك لو طابلو ديال لونشينمو كيفاش تيدار باش اننا تنفرقو لي ديفيدوند وفي الاخر تحسبو على دوك لي ديفيدوند بروت تحسبو عليهم على تي بي 10 كون كنتو شفتوه في لا كونتابيليتي ديال لي سوسيتي. Les intérêts statutaires sont aussi appelés premiers dividendes. Les bonus de liquidation assimilés à des dividendes. Les bonus de liquidation, c'est normal. كما تشوفوا كاين لو مو ليكيداسيون، يعني فاش نديرو لا ليكيداسيون ديال لا سوسيتي بيان سور اول حاجه تنديرو فاش نتبع الشركه فاش نبيعوها اول حاجه تنديرو هي تنخلصو هذوك لي سالاري ديالنا. اول حاجه دير نضربو فاش تبيع الشركه، يعني صافي الشركه تبعت بان لي زموبيليسيون بان كلشي معنا لي ريزيرف، المهم كونا واحد المجموعه ديال لي غوسورس هذوك لي غوسورس كيفاش نديرو لا ديستريبيسيون ديالهم تنعطيوهم بعدا لي سالاري هما الاولين تنعطيوهم حقهم اللي كانوا تيسالونا شي موا ديال سالير اللي كانوا تيسالونا شي بريم ولا شي انديمنيتي الى اخره.
المهم تنصفو القيمة ديالنا مع لي سالاري هما الاولين. ندوز عاوتاني البريتو الناس اللي مسلفين عاطي الكريدي ديال لونتربريز تنخلصوهم، تنخلصو عاوتاني الفورنيسور، تنخلصو ليطا، تنعطيو لي زامبو اي تاكس ديالها. المهم حتى ما تبقى تيسال لونتربريز حتى شي حاجة، لونتربريز ما تبقى تسال حتى شي حاجة، تصفي الذمة ديالها مع كاع لي بارتونيير ديالها، مع كاع لي زوطخ اكتور ولي زوطخ هادوك الناس الاخرين اللي تخدم معاهم. داكشي اللي بقى من هذوك لي غوسورس تما تتفرقوا سو فورم بونيس دو ليكيداسيون، هما راه هو هذيك لابارتي من بينيفيس نون ديستريبيي بيان سور، تياخذوا هذيك لا فورم ديال لي ديفيدوند وتتفرقوا على هذوك لي زاسوسيي ولا هذوك الناس اللي داروا لا كرياسيون ديال هاد لاسوسيتي هادي. وهنا راني كما قلت لكم درت لكم ثلاث نقط حد، يعني راه كاين بلوزيور دوطخ برودوي اللي هما فينونسي بيان سور اللي هما نون امبوزابل، اللي تنطلب منكم انكم ترجعوا للارتيكل 9 الكود جينيرال ديال لي زابو غادي تلقاوهم، حاولوا تقراوهم، حاولوا تطلعوا عليهم، راه كاينين بزاف باش ما ربما شي نهار تطيحوا في شي واحد منهم. راه تستعمل برودوي اللي هو نو امبوزاب، يعني ما تيخضعش للياس، الا لقيتيه تقول بان هذا البرودوي راه نو امبوزاب، راه ما يخضعش للياس. الا كان دايز بان، الا كان دايز في الا كان دايز في لا كونتابيليتي، باغ اكزومبل نسى الكونتابل ودوزو في لي برودوي اللي هما فينونسي، تدير له انت ديدويغ، تدير له لا ديدكسيون، تنقص له المونطو ديالو. علاش؟ لحقاش برودوي نو امبوزاب، تستدل بانه سولو لارتيكل 9 من الكود جينيرال ديال لي زابو، تدير السنه ديالو، تقول بان هذا سي ان برودوي اللي هو نو امبوزابل، دونك الفو لا ديدوير لو ديدوير لي تونتيام اوردينير روسو. هاد واحد الاتعاب تيقبطو واحد الاعضاء ديال المجلس ديال لي مومبر دو كونسيل د ادمنستراسيون ديال واحد الشركه، بيان سور هما اتعاب تعويض على واحد التعب اللي داروه، وهاد بيان سور تيكونوا روسو بوسك انهم روسو، راه بيان سور سون فيسكالمون سون نو امبوزابل. مازال غادي نشوفهم عاوتاني في لي شارج، راهم عاوتاني نشوفهم في لي شارج، راهم عاوتاني نون ديديكتيف، معناتها شنو لونتربريز تقدر تكون عاطيهم، ما تعتبرهمش دي شارج. هاد لي تونتيام اوردينيير روسو راه فيسكالمون سون نون امبوزابل، اي ساجي دون بارتي دي بينيفيس نيت ديستريبيابل روسو باغ لي مومبر دو كونسيل دادمينستراسيون. هاد لي برودوي هادو راه فيسكالمون سون نون امبوزابل، يعني الا لقيتهم انا بارمي لي برودوي فينونسي راه تنقصهم، يعني تنقول بان هاد لي برودوي سون فيسكالمون نون امبوزابل، دونك ادي دوير لي تونتيام اوردينيير روسو. لي ديغريفمون دامبو لو كونت 7582 بيان سور، تشوفوني انا راه تنقرا لي نيميرو دو كونت، تنقراهم بالوحدات، كل واحد كيفاش تيقراهم، كيتقرا بالوحدات، كيتقرا بالعشرات، كل واحد كيتقرا 75 82. المهم تحاول تقرا بالطريقه اللي تتوالمك والطريقه اللي تحفظو. مثلا انا تنقرا لي كونت مثلا هكا، تنقرا بالوحدات 7582 هكا، تنعقل على لي كونت، وكل واحد كيفاش تيقرا. المهم ما كاينش شي مشكل، ما كاينش شي فرق، ليسونسييل هو انك تعرف لو كونت وتعرف فين كاين. لي ديغريفمون دامبو يعني هذوك الإعفاءات الضريبية اللي تستافد منهم لونتربريز، وهذوك الإعفاءات الضريبية اللي تستافد منهم لونتربريز بيان سوغ سي ان برودوي، واش امبوزابل ولا نو امبوزابل، هادشي اللي غادي نشوفو دابا. ان ديغريفمون ايت اون ديمينيسيون توتال او بارسيال براتيكي بار لو مونتو دو لامبو دو بار لو ريدوفر اكوردي بار لادمينستراسيون فيسكال. قلنا بان هذاك الديغريفمون هو واحد لا ديمينيسيون، واحد التخفيض، اما تكون كلي ولا جزئي. براتيكي سوغ لو مونتو يعني تطبق على هذاك لو مونتو ديال هذيك الضريبة اللي خصك تخلصها لو غودوبابل. ما قلناش الكونتريبيابل، قلنا لو غودوبابل، يعني البرودو لو غودوبابل هو داك الشخص اللي غادي يفيرسي لو مونطو ديال لامبو، يعني هذاك الشخص اللي بقات في التالي الكره في رجله، يعني هذاك لامبو خصو يتفيرسا باغ لو غودوبابل اكوردي باغ لادمينستراسيون فيسكال. يعني شكون تيعطي هاد ديكيفمون ديال لامبو؟ تيعطي لادمينستراسيون فيسكال. كيما كنت قلت لكم، يعني الا كانت عاوتاني لونتربريز دخلات في صراع مع مثلا مع لادمينستراسيون، ماشي صراع ولكن في نقاش، تقدر توصلوا للمحكمه، يعني المحكمه بارفوا تقدر هي تبرونونسي، تقدر هي تخرج هذا الحكم هذا ديال الاعفاء الضريبي، يعني ولكن دون لا ماجوريتي دكا تبقى ولاد ميساتو فيسكال هي اللي تعطي هاد لي ديغريفمون ديال لامبو. لي فورم ديال ديغريفمون كيفاش، شنو هما دوك الصفات اللي تياخذ هاد ديغريفمون دامبو؟ يعني راه ماشي بالضروره تلقى في الفراز هكا لونتربريز اغوش ان ديغريفمون دامبو، تقدر تلقى مثلا في الفراز اون ريدكسيون، تقدر تلقى اون انيلاسيون، واحد الغوميز، واحد لا ريستيسيون، ولا واحد غومبورسون. هاد راه كاملين فورم، هادو كاملين مخمسه بهم فورم ديال ديغريفمون ديال لامبو. يعني اون فوا انت تشوف une fois que tu as restitution de l'impôt, عرف بانه هذا c'est un dégrèvement de l'impôt, يعني c'est un produit imposable ou non imposable. هادشي اللي غادي نشوفو. التريتمون دابا ديال هاد لي ديغريفمون هادو ديال هاد الاعفاءات الضريبيه، كيفاش نديرو التريتمون ديالهم؟ اول حاجه خصني نرد لها البال هي التيب ديال الامبو، خصني نشوف هذاك النوع ديال هذاك الامبو، واش امبو ديدكتيب ولا امبو نون ديدكتيب، يعني واش الامبو عندها الحق نوتروبيس نقصو ولا ما عندهاش حق نقصو. الا هادوك شنو هما لي زامبول هما ديدكتيبل؟ هما لي زامبول كاينين في كلاس 6، يعني شنو هما دوك الضرائب اللي عند لونتربريز الحق نقصهم، هما اللي كاينين في كلاس 6. لي زامبول نون ديدكتيبل يعني ما عندش لونتربريز نقصهم، اللي ما تعتبرهم ما عندهاش الحق نقصهم، يعني ما تعتبرهم دي شارج، هما دوك لي زامبول اللي كاينين في كلاس 4، هادو ما تعتبروش دي زامبول ديدكتيبل، ما تنقصوش، ما تعتبروش دي شارج. اكزومبل في كلاس 6 شنو تلقاو؟
تلقاو لا تاكس بروفيسيونال، تلقاو لا تاكس سور الفيكول، تلقاو لا تي في، تلقاو لا تاكس سور لا فالور اجوتي نو ريكوبيرابل، تلقاو دغوا دونجستخمون الى اخره. هادو هما لي تاكس، هادو هما لي زامبو اللي عند لوتروبريز تنقصهم بارمي لي بارمي لي شارج ديال كلاس 6. باغ كونتخ لي زامبو نون ديدكتيبل، يعني لي زامبو اللي ما عندهاش الحق لوتروبريز تنقصهم من لي برودوي، شنو هما؟ هما لي اس، لي ار، تي في ريكوبيرابل الى اخره. دابا فيسكال، الا كان دابا فيسكال مو، الا كان هذاك ديغريفمون عنده علاقه بهاد لي زامبو اللي هما ديدكتيبل، عنده علاقه بهاد لي زامبو ديال كلاس 6، عنده علاقه بهاد لي زيكزومبل اللي عطيتكم ديال لي زامبو، راه لي امبوزابل. هذاك ديغريفمون اوسي لي امبوزابل. الا كان دابا هذاك ديغريفمون عنده علاقه بواحد لي زامبو اللي هما نون ديدكتيبل، يعني هذاك لي زامبو اللي كاين في كلاس 4، هذاك ديغريفمون عنده علاقه بلياس ولا عنده علاقه بليير ولا عنده علاقه بتي فيا ريكوبيرابل، هذاك ديغريفمون راه نو امبوزابل. تريتمون دابا ديالو شنو هو؟ الا كان التريتمون ديال هاد لي زامبو ديال هاد التكريب مول كان عنده علاقه بزامبو ديدكتيب سي اي لي كونتابيليزي ريان افير، يعني لا تكونتابيل هاد التكريب مو وداس في لا كونتابيليتي بارمي لي كلاس، بارمي الكلاسات اللي هما لي ديكريب مو دامبو راه الي امبوزابل، دوزو الكونتابل بارمي هاد الكلاسات راه صافي راه ريان افير، يعني ريان سيني عليه راه دايز عندنا في لا كونتابيليتي ديالنا سي اي لي كونتابيليزي ادي دوير. دابا هاد التكريب مو دامبو الا كان عنده علاقه بهاد لي زامبو نون ديدكتيب، هاد لي زامبل اللي عندهم علاقه اللي تلقاو في كلاس 4 اللي عندهم علاقه بهاد لي زيكزومبل عطيتكم، وراه هذا راه ستاند جيب نو امبوزاب، ودوزو الكونطابل اعتبروا ديك يوم دان بودوزو في كلاس 7، يعني خصني نقصو انا، خصني ندير له ديدكسيون، خصني نقصو سي لو سي نا با كونطابيزي اريان تيكري. دابا هاد ديك يوم دان بو اللي عنده بيان سور علاقه بهاد لي زامبل ديدكتيب اللي عنده علاقه بكلاس 6، الى الكونطابل ما كونطابيليزاش نساه مثلا نسا ما دوزوش بارمي لي برودوي ديال لا كلاس 7 اللي هما لي بيان سور لي برودوي اللي هما امبوزابل، سي ني با كونطابيليزي اريان ديكري، خصني اريان ديكري. علاش؟ لحقاش هاد ديكري مو اللي امبوزابل. علاش امبوزابل؟ لحقاش عنده علاقه بهاد عنده هاد العلاقه بهاد لي برودوي، عنده علاقه بهاد لي هاد لي زامبو اللي هما ديدكسيبل. دابا الى هذاك الديغري مو دامبو عنده علاقه بلي زامبو نون ديديكتيف، يعني عنده علاقه بلي زامبو، عنده علاقه بالضرائب ديال كلاس 4 بحال الياس ديال تيفيا، شنو قلنا؟ قلنا في كلام الي نو امبوز، يعني ما تيقدرش للياس سي اني با كونطابيليزي ريان افير، يعني الا ما دوزش هذاك الكونطابل اللي ما دوزش هاد الديغري مو دامبو وهاد الديغري مو عنده علاقه بهاد لي زامبو ديال كلاس 4 ما دازش في الكونطابيليتي، يعني ما عندناش في كلاس 7، يعني راه نو امبوزاب، يعني راه ريان افير، ريان سينيالي، يعني صافي، يعني واخا سواء انت اجوتي واخا تاجوتي خاصك تغوتخونشي لحقاش راه هي لي نو امبوزابل، يعني غادي تنقصو، يعني الا ما دوزش الكونطابل الكونطابل يعني راه غيانا فيه، هنا ما دير والو، ولكن تتمونسيوني تقول بان راه كونطابل راه نسى ما دوزش هاد ديكري مو، ولكن راه واخا يتزاد راه خصنا نديرو ديكسيو لحقاش لي نو امبوزابل، لحقاش عنده علاقه بواحد لي زامبو نون ديكسيبل. بهاد ليكزومبل ديال ديكري مو ديال لامبو اللي كان نقدر نلقاو، وصلنا للنهايه ديال هاد الفيديو. كيما عودتكم انني في الاخر ديال كل فيديو ان شاء الله غادي نحاول نخلي لكم واحد النصيحه اللي غادي تفيدكم ان شاء الله في حياتكم سواء المهنيه ولا الدراسيه ولا اليوميه. اليوم غادي نشارك معكم واحد التجربه اللي هي بيسو ماشي نصيحه، ولكن تجربه، ولكن في التجربه وفيها نصائح وفيها بزاف ديال العبر. تجربه في الحياه، واحد الصديق ديالي في 2010 ولا 2011 كانت لونسا واحد الكونكور بما نقول السميه ديال الكونكور ولا الاورغانيزم، كانوا طالبين اون بيرسون، كانوا طالبين شخص واحد وسبيسياليتي ديال الجيستيون ديال لي زونتربريز. بيان سور هو كان صديق ديالي ومجموعه ديال الاصدقاء حتى هما بحالو عندهم هاد الدبلوم ديال جيستيون ديال لونتربريز، في انهم شافوا طالبين غير بوست واحد، بيان سور في المغرب كامل كان طالبين بوست واحد جيستيون يكون عنده دبلوم في جيستيون ديال لونتربريز. بيان سور العديد من الاشخاص غادي يشوفوا بوست واحد ما يدفعوش لهذاك ما يبوستيليوش لهذاك هذاك لو بوست، الوغ كو هو دفع، هو دفع لهذاك الكونكور، دفع لهذاك لو بوست، دوز لي كري، دوز لورال، جاب الله خير، راه تافيكت دابا في هذاك لو بوست. يعني العبره شنو من هذه التجربه هذه؟ انني واخا نشوف واخا يكون كونكور مطلوب فيه غير شخص واحد، ندفع لهذاك البوستيلي لهذاك لهذاك لو بوست، وشكون قال بانك تقدر تكون انت هو ذاك الشخص؟ راه غيان ما تش حاجه ما مستحيل، راه كلشي بيد الله، يعني راه تقدر تكون انت هو ذاك الشخص اللي تقلبوا عليهم، وفي الثالثه تبقى ارزق بيد الله. حتى لما تقبلتيش واخا طربيان شخص واحد، حتى ما تقبلتيش تاخذ تجربه على هذاك الكونكور كيفاش تتحط، تتفاميلياريزا بعدا غير مع لو تيست، غير انك تفيق بكري وتقبض الكار ولا تقبض التران وتمشي في الصباح بكري وتوصل بكري وتدخل دوز هذاك لو ستاج ديال هذاك الكونكور والضغط ومجموعه ديال الاسئله كيفاش انك تاورغانيزي الوقت ديالك، هذه براسها راه تجربه، هذا سي اكسبيريونس، يعني تستافد من هذه. جاب الله ودستي لورا عاوتاني، عاوتاني ديك التجربه عاوتاني واحد النيفو واحد اخر،
كيفاش انني نمشي بيان بريزونتي، كيفاش انني بريزونتا قدام هذيك اللجنه، كيفاش انه تيحاول يبروفوكيوني هذوك اللجنه كل واحد يرمي لي سؤال من قنت، كيفاش انني نحترم الراي ديال هذا، كيفاش انني نجاوب على هذا هو الاول عاد نجاوب على الثاني يسولني. يعني هذيك حتى ولا حتى ما تقبلش تبقى هذيك اكسبيرونس عندي في الحياه، عندي تجربه في الحياه. يعني سواء مشيتي كونكور طالبين واحد ولا طالبين ثلاثه ولا حتى اكثر، يعني بوستيلي نمشي انا ندير غير حجه وزياره، ماشي بالضروره نكون هذاك انا هو ذاك الشخص، ولكن نمشي ناخذ تجربه في الحياه، نمشي نتادبط مع نوجد راسي لي زوطخ كونكور. يعني غير هذاك الستريس ديال انك جالس تقبل الورقه ديالك وتدير واحد لا ريداكسيون، باش كاين مجموعه ديال الطلبه راه تيبقاو تيقراو لا فورماسيون تكون عندهم بالفرنسي، ولا لي ستاجير تكون عندهم فورماسيون بالفرنسي، فتتحط مثلا واحد البرودكسيون اللي هو واحد الموضوع اللي هو خصو يحرروا باللغه العربيه تيتبلوكا. علاش؟ لحقاش عنده فورماسيون بالفرنسي، ولكن باش تحط له واحد الموضوع اللي هو بالعربيه وخصو يدير التحرير باللغه العربيه تيتبلوكا. هنا هادو راه تجربه، هادي راه تجربه، هادي سيون اكسبيريونس. يعني تتلقي تكتب في اللغه العربيه لحقاش تبقى غادي تقرا غير فرونسي فرونسي، واحد لو كان نهار تتحط لك باللغه العربيه راه تتخربق، مش تعرف شنو تكتب، تقدر ما ديرش حتى المقدمه. علاش؟ لحقاش عندك عندك فورماسيون بالفرونسي. هادشي باش قلت لكم هادي راه غير تجربه في الحياه. يعني واخا طالبين شخص واحد نمشي انا نخوض هذيك التجربه، نخوض غمار ديال هذيك التجربه، وفي التالي تبقى اكسبيريونس في الحياه، نقدر نعاودها للاصدقاء ديالي، ونقدر نعاودها للابناء ديالي الى اخره. كانت هذه هي التجربه ديال اليوم اللي حبيت انني نشاركها معكم، سواء كانوا طالبين واحد ولا اكثر. بوستولي، جرب حظ ديالك، خذ التجربه ودخل الغمار ديال هذه التجربه هذه، وان شاء الله راه غتخرج ان شاء الله انت هو الرابح، سواء انت قبلتي ولا ما تقبلتيش، راك خرجتي بواحد الاكسبيريونس، الا خرجتي رابح مع هذه التجربه هذه. وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديالنا، نتمنى من الله انكم تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو هذا. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي يكون فيديو رقم 6، غادي ندخلوا ان شاء الله لابارتي ديال اللي شارج، يعني غادي ندخلوا لكلاس 6. بيان سو كي تشوفوا راه جا فيديو نيميرو 6 جا مع التريت موديل اللي شارج، يعني كلاس 6. سبحان الله، يعني كوانسيدونس، صدفه، ماشي انا اللي تعودت نديرها، ولكن صدفه جات هكاك فيديو رقم 6 مع لكلاس، مع التريت موديل اللي زي الموديل كلاس 6. غادي نشوفو ان شاء الله لي كونديسيون ديال لا ديديكسيون ديال ان شارج، يعني كيفاش واحد الشارج، شنو هما لي كونديسيون، شنو هما الشروط اللي تيخولوني ان تيخولو الشركه انها دير لا ديديكسيون ديال واحد الشارج من واحد لي برودوي. غادي نشوف واحد المجموعه ديال لي كونديسيون اللي هما بيان سور دو باز نعرفوهم من الاولين، عاد ندخلو نديرو لي تريتمون ديال لي شارج. هادشي ان شاء الله غادي نشوفو الفيديو الجاي ان شاء الله، فيديو رقم 6 ديالنا ان شاء الله. نتمنى لكم حظ سعيد ومسيرة موفقة إن شاء الله، وفي الفيديو الجاي إن شاء الله نتمنى من الله أن نلقاكم على خير إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.